ما هو تفسير قوله تعالى في سورة الرحمن: رب المشرقين ورب المغربين؟ والمقصود من المشرقين والمغربين في الآية الكريمة أن للشمس مشرق ومغرب في الصيف، يختلف عن مشرقها ومغربها في الشتاء، ذلك أن الشمس في فصل الشتاء تتحرك باتجاه الشمال، بينما نراها تتحرك في فصل الصيف باتجاه الجنوب. وبالتالي وبسبب حركة الشمس هذه، يختلف مشرقها ومغربها في فصل الشتاء عن مشرقها ومغربها في فصل الصيف. ولذلك جاء المشرقان والمغربان بصيغة المتنى. وقال العلامة ابن العثيمين أن الله تعالى قد نص على اختلاف المشرقين والمغربين لما في ذلك من دلالة على تمام قدرته وعظمته سبحانه في الكون، حيث لا يستطيع أحد غير الله أن يأتي بالشمس من مشرق إلى مغرب ومن مغرب إلى مشرق، كما أن في هذا الاختلاف مصالح عظيمة للخلق. وذكر الطبري في أضواء البيان أن ما عليه جمهور المفسرين أن المشرقين هما مشرقي الشمس في الشتاء والصيف، والمغربين هما مغربي الشمس في الشتاء والصيف. وذكر قولا آخر في معنى هذه الآية، وأن المقصود بها مشرقي الشمس والقمر ومغربهما. جاء ذكر المشرق والمغرب في كتاب الله بصيغة أخرى غير التثنية، وهي المفرد والجمع، ولا خلاف أو تعارض بينهما. فقد تكلم العلامة الشنقيطي في تفسير قول الله تعالى: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. وذكر قولا لابن عباس أن للشمس 360 مشرقا ومغربا على عدد أيام السنة، ففي كل يوم تشرق الشمس وتغرب من مكان، ولا يتكرر هذا اليوم في موعده إلا في السنة التالية. وقال ابن كثير أن المقصود منها جنس المشارق والمغارب. وأما قوله تعالى: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون، فقد جاء أيضا في تفسير ابن كثير أن المقصود منها اختلاف مطالع الشمس وتنقلها كل يوم. تكلم الدكتور يحيى المحجري في تفسير المشارق والمغارب في القرآن الكريم، مؤكدا على صحة تفسير العلماء قديما لذلك، حيث قال بأن اختلاف المشارق والمغارب يكون بسبب إتمام الأرض لحركة دورانها حول الشمس كل 365 يوما، وهذا يعني أن الشمس تشرق وتغرب كل يوم من مكان مختلف، وهذا يسبب وجود المشارق والمغارب على عدة أيام السنة، وأن الاختلاف والتباين يكون أكثر وضوحا في فصلي الشتاء والصيف.